أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم من جديد، أجدد ترحيبي بالأستاذة الدكتورة سامية عبده، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، مدير مكافحة العدوى. دكتورة سامية أهلا بسيادتك أهلا مرة بحضرتك. ثانية. معانا على الهاتف أستاذة أنوار من أسوان. أستاذة أنوار اتفضلي يا فندم. مساء الخير، مساء النور يا فندم. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبة يا فندم. معلش أنا بعتذر للدكتورة، يعني عاوزة أسألها. أنا عندي حالة كورونا وخايفة على أولاد أختي. معايا بنت أختي 4 سنين، ومعايا ابن أختي 4 سنين، ومعايا ابن أختي 8 سنين، وباباهم كان عنده كورونا، هو دلوقتي حاليا في العزل، أخدت العزل. أنا خايفة على أختي وعلى عيال أختي، عايزة أسأل الدكتورة تتصرف إزاي؟ تعمل إيه في البيت، في الشقة، في السيارة، في القطاع؟ في العيال نفسهم هتتصرف إزاي؟ يا ريت حضرتك تفيديني يا دكتورة، وأشكر حضرتك وأنا معاكي على التليفون. طيب، هو أكيد في برضو حضرتك، يعني الوزارة لما بيكون في حد في العزل بتدي ارشادات ونصايح للمخالطين، يعني اهمها ان هما برضو يبقى كل واحد حاجته تبقى لنفسه، ما يبقاش في اختلاط، ما يبقاش في حاجاته الشخصية. ما برضو ما يعني لو يلبسوا كمامات في معظم الوقت، صحيح هو في مع الاطفال هتبقى صعبة شوية، بس النظافة الشخصية والاهتمام بيها. بس هو باباهم راح في العزل برضو هيلبسوا كمامات؟ يعني على الاقل حتى في الاختلاط بينهم وبين اي حد تاني. والمراقبه بقى، حضرتك بتراقبيهم كويس قوي بالحراره، دي اهم حاجه. اي زور، اي اعراض، نروح على طول لاقرب مستشفى نشوف، لكن ان شاء الله ما يبقاش في حاجه وتعدي. يعني هي البنت يا دكتوره اللي 4 سنين كان جسمها سخن لمده يومين، ووالدتها نفس الكلام، وراحت الحراره نزلت. هو الحقيقه لما بيكون في حراره، الحقيقه لازم بنجري على المستشفى، وعشان بيتعمل تحليل ساعتها. لو لسه الاعراض موجوده برضه حضرتك مستحب ان تروح المستشفى. يعني بقى هي الحراره نزلت للام ومن البنت، برضه يروح يحللوا؟ انا معرفش الفتره كان بقالها قد ايه. يومين حضرتك، امبارح والنهارده. يعني لو برضه، يعني طالما كان في حاله مخالطه ولسه في الحراره، وهل الحراره نازله بالادويه ولا هي نزلت خالص؟ نزلت بالادويه. يعني انا افضل ان هم يروحوا يكشفوا. برضه يروحوا اللي هو الحجر اللي بياخده العينه ده، ولا يروحوا الدكتور بره؟ لا، يروحوا المستشفى اللي هي مختصه بالحالات الكورونا، هيكشفوا عليهم وهيعملوا يعملوا لهم تحاليل. لو هم مصابين هيحولوهم للعزل، لو هم مش مصابين هيديهم التعليمات وهيرجعوا البيت تاني. طب ايه التعقيم بالنسبه للبيت والشقه والسجاد حضرتك؟ معلش انا اسال، يعني طولت على حضرتك. لا، تحت امرك. زي ما قلنا، التهويه كويسه جدا، الشمس، اطهر كل الاسطح والارضيات بالميه والكلور، التخفيف اللي قلنا عليه 20 ملي على اللتر. لبس الكمامات وهم نازلين الشارع وهم بيختلطوا باي حد عشان يحموا نفسهم، وبرده ما يبقاش لو حد منهم مصاب ما يعديش حد. النظافة الشخصية بقى، وغسيل الايدين بالمية والصابون، واستخدام المطهرات الكحولية، كل الحاجات دي مهمة قوي. هي الهيئة القومية اتصلت بيهم يا دكتورة، قلت لهم ما تطلعوش من البيت 14 يوم. ده العزل الذاتي، العزل المنزلي. بس لازم مع مراقبة الأعراض، لو حد جاله أعراض لازم يروح يشوف القصة بتاعته، أو يتصل بالتليفون لو في تليفون متساب يعني للأسرة. وإن شاء الله خير يعني. ان شاء الله خير. شكرا استاذ انوار. معانا استاذ وفاء، فقدنا الاتصال بالاستاذ وفاء. طيب، بيقول عندي قطة مصابة بفيروس، ده نتيجة اختلاطها بقطط من خارج المنزل، هل انا عرضة للاصابة بالفيروس؟ هو سؤال يعني منطقي برضه. هو الحقيقة يعني مفروض بشكل عام وفي الأوقات اللي احنا فيها، المفروض القطط أو الكلاب، لا حتى لو عندنا، ما تختلفش، ما نزلهاش تختلط بقطط بره في الشارع. ده مبدأ عام، عشان القطط اللي في الشارع أو الكلاب اللي في الشارع بيبقى فيها أمراض، احنا مش عايزين الأمراض دي، اللي هي مش بتكلم على كورونا، أنا بتكلم بوجه عام، ما تنتقلش لأهل البيت. وفي الأوقات اللي احنا فيها برضو مش مستحب خالص
ان القطط او الكلاب او اي حاجة احنا مربينها تختلط بالحيوانات اللي في الشارع. كون ان جالها فيروس ده مش معناه انه جالها فيروس كورونا، بس برضو مش معناه ان انا يعني في فيروسات ممكن تعدي الانسان، فبرضو لازم يعني يشوف بقى دكتور بيطري يشوف ايه اللي عندها بالفعل هو اللي يقدر يقول له. طيب معانا الاستاذة نعمة. استاذة نعمة مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اتفضلي يا استاذة نعمة. ممكن اكلم الدكتورة؟ اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا دكتورة. اهلا وسهلا، مساء النور. يخليكي، يعني انت حضرتك بتقولي ان في ماسك وقماش. تمام. لو انا جبته ليا ولاولادي يعني ده هكون بتعقيمه ازاي وزي الماسك العادي؟ هو الماسك العادي ما احناش ما عندناش اي تعليمات تقول احنا نعقمه او نعيد استخدامه مرة تانية، لكن عشان ده ليه استخدامات طبية وحاجات حيوية مهمة جدا، فما ينفعش ان انا اعيد التعقيم مرة تانية الا لما ينزل تعليمات وبطريقة مخصوصة، والى الان مفيش حاجة نزلت بهذا الشكل. لكن الكمامة القماش او ماسك القماش ده حاجة احنا بنعملها عشان نحمي نفسنا من رذاذ بعض، فده حضرتك يعني لازم يتغسل بالمية والصابون ويتطهر او يتحط في مية وكلور او يتكوي علشان اضمن ان هو يعني لو في اي حاجة على السطح بتاعه او جواه تكون انتهت. طب هو حضرتك يا دكتورة معلش يعني هو ده استعمله كم مرة؟ لو انا جبت يعني اولادي كم مرة استعمله وبعد كده ارميه زي ما قلت لي في الباسكت؟ الاستخدام الماسكات اللي احنا بنشتريها دي استخدام مرة واحدة 6 ساعات، لكن القماش انا بغسله وبطهره وبستخدمه تاني. المهم يبقى محكم حضرتك، يعني ما يبقاش ما جبتش الشاشه على قد الوش يعني يبقى قماش اقدر اتنفس منه، يعني تخنه يسمح ان هو ما يتبلش بسهوله لو حاجه تبقى ما تشربش الميه، يعني ما اجيبش مثلا ماسك قماش وهلبسه قماش قطن، يعني قصدي سوري ما اجيبش قطن حاجه تشرب الميه والبسه بس، ده ممكن احطه من جوه اعمل طبقتين، احب احط طبقه من جوه مثلا تشرب الميه واللي بره تبقى حاجه قماشه صناعي علشان تطرد الميه ما تلزقش فيها او الرذاذ ما يلزقش فيها. هو ده يا دكتوره يعني بيتعمل بره ولا بيتباع في صيدليه معينه؟ هو دلوقتي بقى في اشكال كتير قوي الناس بتلبسها يعني موجوده. شكرا يا دكتور. شكرا استاذه نعمه. معانا الاستاذه سناء. استاذه سناء مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. ممكن اكلم دكتوره ثانيه؟ اتفضلي يا فندم. حضرتك انا عندي 50 سنه، وبخرج كتير بشتري طلبات للبيت وكده، بس انا مريضه سكر، بس بصراحه انا ما بقدرش ان انا البس الكمامه، لكن اول ما باجي البيت بغسل ايدي بالميه والصابون وبغسل وشي وبغرغر مضمضه اللي هي بميه بملح او ليمون، فعايزه اسال حضرتك هل فعلا الميه بملح دي او بليمون او بخل ان انا يبقى في غرغره دي مفيده ولا ملهاش لازمه؟ ولو في طرق وقايه اكتر حضرتك يا ريت تقولي لي عليها. انا للاسف مش هقدر اقول لحضرتك ان في عذر ان حضرتك ما تلبسيش الكمام. حضرتك لازم تلبسي الكمامه والغرغره مش هتشيل اثر الفيروس لو هو دخل، بالعكس لو في حاجه يعني حموضه زياده زي الليمون او كده هتلهب المنطقه وتخليها تبقى زي المجرحه ملتهبه، فبالعكس حضرتك بتدعي الفيروس ان هو يدخل في سطح مجرح. فحضرتك البسي الكمامه. حاضر، متشكره جدا. نعم. شكرا استاذه سناء. اسمحي لي سيادتك ناخد فاصل ونرجع نكمل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير نتواصل بعد الفاصل. ما هو فيروس كورونا المستجد كوفيد-19؟ هو فيروس جديد ضمن فصيلة كبيرة تسمى الفيروسات التاجية كورونا التي تصيب الجهاز التنفسي، وتتنوع حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى أشد أمراض خطورة مثل سارس وميرس. طرق انتقال فيروس كورونا: بالرذاذ المتناثر من أنف الشخص المصاب أو فمه عند السعال، ويمكن أن يلتصق بالأشياء أو الأسطح المحيطة. أعراض الإصابة بفيروس كورونا: تبدأ بالاحتقان في الأنف والحلق، سعال جاف، حمى، إسهال، إرهاق وألم عام في الجسم. أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا:
حديث الولادة، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والقلب وأمراض الرئة، أصحاب أمراض ضعف المناعة. لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، نظف يدك باستمرار بغسلهما جيدا بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي. تجنب المصافحة باليد أو تبادل القبلات، واكتفي بالتلويح باليدين عن بعد. عند السعال والعطس، احرص على تغطية الفم والأنف بمنديل ورقي والتخلص منه فورا في سلة مهملات مغلقة. تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين بالحمى والسعال، واحتفظ بمسافة بينك وبينهم لا تقل عن متر. تجنب التواجد في أماكن مزدحمة. اشرب السوائل الساخنة أو المياه الدافئة على مدار اليوم. نجعل منطقة الزور رطبة ودافئة باستمرار. انتشر في أواخر سنة 2019 في الصين فيروس الكورونا المستجد، واللي بيعتبر نوع جديد من فيروسات الكورونا. الكورونا بيسبب أمراض بتبدأ من نزلة برد وبتوصل لمتلازمة تنفسية حادة. عشان كده لو أنت شخص مخالط لمريض كورونا لازم تتبع الإرشادات دي لمدة 14 يوم. حاول ما تخرجش من البيت طول فترة العزل، وخصص مكان منعزل في البيت تكون تهويته كويسة، خصوصا المساحات المشتركة. اغسل ايدك دايما بالمية والصابون لمدة 20 ثانية. حاول تتجنب الزيارات بأنواعها. قلل الانتقال من مكان العزل لمكان تاني. البس الكمامة بشكل صحيح وارميها في كيس مقفول بعد الاستخدام. غطي الفم والأنف بمنديل لو بتكح أو بتعطس، واغسل ايدك بعدها بالمية والصابون. ما تشاركش أدواتك الشخصية المنزلية مع حد تاني زي الأطباق والكوبايات. أكل الوجبات بعيد عن أفراد الأسرة وحافظ على المسافة بينكم. امشي على نظام غذائي متوازن تكون دهونه قليلة. اشرب مية دافية بدل المشروبات الباردة. ما تستخدمش المضادات الحيوية بشكل مستمر، وتابع درجة حرارتك كل 8 ساعات. لو ظهر عليك أو على أفراد أسرتك أعراض زي صعوبة في التنفس، الاختناق، ضيق التنفس بعد أي مجهود، ارتفاع درجة الحرارة والكحة، لازم تستشير الطبيب أو اتصل بالخط الساخن 105. وللسلامة العامة، لو هتروح أقرب مستشفى حافظ على لبس الكمامة وابعد عن المواصلات العامة والزحمة. www.care.gov.eg أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم من جديد، أجدد ترحيبي بأستاذة الدكتورة سامي عبده، أستاذة الباثولوجيا الكلينيكية، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى. دكتورة سامي أهلا بسيادتك مرة ثانية. معانا الأستاذة حنان على التليفون. أستاذة حنان، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضلي أستاذة حنان. انا من يوم الجمعه انا مريضه سكر وضغط وعندي حساسيه على صدري، باخد بخاخه. بس انا يوم الجمعه الفجر كده حصل لي رعشه بجسمي، وحسيت ان انا تعبانه وجسمي كله مهمد ومفيش سخونيه، مفيش صدري يعني فوق مفيش حاجه، بس حاسه بجسمي كله واجعني وتعبانه قوي. رحت الدكتور اداني مضاد حيوي ما قدرتش عليه عشان التهابات معدتي. رحت الدكتور تاني اداني شحن مضاد حيوي، خدت اول وحده عرقت قوي وبقيت كويسه. جيت النهارده خدت امبارح خدت الثانيه بالليل، جيت النهارده في الصحيه برضه جسمي مهمد وتعبانه. هل ده ممكن يكون فيروس او اثناء ليا؟ انا ما بخرجش، انا من ساعه الشهور المدرسه قفلت وانا قاعده اللي هي بشتغل في مدرسه، ما بخرجش انا للضروره القصوى يعني، وما بخرجش خالص. فده هل ده ممكن يكون في فيروس ولا تعديت من حد ولا الدنيا ايه؟ انا قلقانه جدا عشان انا مريضه سكر وضغط. طالما في سخونه؟ لا ما فيش سخونه. فيش سخونه؟ لا ما عنديش ولا سخونه ولا الم في صدري من فوق. طيب تمام. طيب خلاص، حضرتك يعني متابعه مع الدكتور؟ انا مع دكتور بيديني مضادات حيويه حقن، خدت 2. اول واحده ارتحت جدا وامبارح كنت نشيطه خالص، ورجعت خدت واحده ثانيه بالليل، بس النهارده صحيت تعبانه وجسمي كله وجعني. معلش برضو حضرتك ارجعي للدكتور، ولو في اي حاجه اكيد هو هيحاول حضرتك لو في احتياج يعني.
طب هو كده الاعراض ممكن تكون حاجه ولا هو بعيد عن الموضوع ده ولا ايه؟ من عايزه افهم. اتفقنا ان الاعراض هي بالاساس السخونه والكحه وال ممكن اسهال، ممكن ضيق في التنفس، فحضرتك اللي هتقدري تحكمي اكتر. لا ما انا ما عنديش ضيق تنفس ولا سخونيه ولا اسهال، بس هم قالوا ان ممكن يبقى في الفيروس من غير ما تظهر الاعراض دي. او في ناس بيجي لها الفيروس بتبقى حاملة للميكروب بس، او بتبقى اعراض بسيطة جدا او من غير اعراض خالص، بس حضرتك بتتكلمي في اعراض، فبرضو حضرتك يعني لازم ترجعي للدكتور اللي كشف على حضرتك ده، اكتر واحد ممكن يدلك. ولا اتوجه للمستشفى اعمل التحليل؟ برضو في المستشفى لو عند حضرتك ما مش مشتبه ان حضرتك تبقى عندك الكورونا مش هيعملوا التحليل، وما بيعملوا التحليل للناس اللي هم شاكين ان هم عندهم كورونا. يعني هم هيقولوا لي اذا كان اوكي، هم هيكشفوا على حضرتك من الاول. شكرا لك يا استاذه حنان. انا طالب ثانويه عامه وعندي استاذ بيجيني بيديني درس خصوصي في البيت، معاه 8 افراد، 8 طلبه، ده غلط ولا ايه؟ اكيد غلط. احنا بنقول التباعد الاجتماعي ولبس الماسكات يلبسهم كمامات. بيلبسهم كمامات، والقعده شكلها ايه، بعد عن بعض وقد قد ايه، على الاقل متر بين الشخص والتاني، والولاد الحبه كلهم حركه، وثمانيه في اوضه والتهويه. فيعني دلوقتي في وسائل التعليم عن بعد. يعني ممكن قوي يبقى يعني الاتجاه الدوله كلها فيه، العالم كله فيه التعليم بالفيرتشوال او الاجتماعات اللي عن طريق الكمبيوتر يعني. طيب معانا استاذ ريمون. استاذ ريمون مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضل يا استاذ ريمون. لو سمحت، انا بقالي يومين كده كنت في بره في مشوار، وجيت لقيت نفسي سخن جدا، برتعش، ومسكاني كحه ومش قادر اخد نفسي، ولحد وقت هنا انا كل اللي خدته باخد كبرو وخدت حقنه فولترين. في سخونه؟ في سخونه. طيب لا قست الحراره؟ لا ما قست الصراحه، بس المدام يعني بتحط ايديها على اورتو كده بتحس ان انا دافي شويه يعني، بس مش سخنه جامده يعني. حضرتك لازم تقيس الحراره، ولو في سخونه لازم حضرتك تكشف وتشوف ايه السبب. طيب لغايه لما اكشف طيب او الاقي عياده، ايه اللي اقدر اعين اجيبه دلوقتي اخده؟ اقصى حاجه بناخدها خافضات الحراره. تمام يا دكتور. يعني هاخد بس خافض حراره لغايه لما اقابل الدكتور؟ هو لازم ضروري والكلام ده ضروري. طيب كان في حد اقترح عليا اخد اللي هي حقنه دي بخمسه زون عشان توسع معايا الشعر. حضرتك لازم الحاجات دي باستشاره طبيب، او يكون حضرتك بتاخدها باستشاره طبيب. طبعا كورتيزون. انا مش سامع كورتيزون. لا كورتيزون طبعا لا، ده لازم باستشاره طبيب، ما ينفعش تعيده حتى من نفسك. تمام. يعني اخد خطوه حضرتك لغايه لما اقابل لما اروح اكشف. حضرتك لازم تروح تكشف، لان الحاجات دي مش سهله، وما ينفعش الكورتيزون بالذات سلاح ذو حدين، فلازم يتاخد بالميزان صح، واللي هيبقى عارف حاله حضرتك هو الدكتور المعالج. شكرا ليك استاذ ريمون. معانا استاذه فايزه. استاذه فايزه مساء الخير يا فندم. مساء الخير. من فضلك انا كنت عايزه اسال الدكتوره، في ماسكات بتيجي على النت، انا قماش انا عملت منها، هل دي كويسه؟ حلو قوي. حلو قوي، بس خلي دايما ان القماش اللي حضرتك بتستخدميه يكون القماش اللي حضرتك بتستخدميه وبالذات الطبقة الخارجية تكون ما بتشربش مية، من النوع اللي بيطرد المية. ايوه، لكن هي انا عملتها طبقتين فضايقتني نفسيا، ضايقت نفسي. حضرتك هتتعودي عليها، معلش. تتضايقي يعني شوية احسن من تعيدي. تبقى ووتر بروف، ما تشربش مية. يعني على قد ما نقدر برضو، وتقدري تاخدي نفسك منها. ماشي. شكرا. شكرا استاذة فايزة. معانا استاذة امل. استاذة امل مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ممكن اكلم دكتورة بعد اذنك؟ اتفضلي يا فندم. اهلا. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور. اهلا. اسأل حضرتك بس، انا ليا اخويا في شم النسيم، بعد شم النسيم على طول حس بألم في بطنه وجات زي نزلة معوية، وراح للدكتور قال له نزلة معوية واداله علاج. يوم الخميس اللي بعد شم النسيم حس بألم في صدره، فالمهم راح كشف،
الدكتور قال له دي ذبحة صدرية، وبسرعة راح على معهد القلب، فبسرعة برضو عملوا له، قالوا ده انسداد في الشريان التاجي، وعملوا له دعامتين، أصدروا ركبوا دعامتين. لما عملوا الدعامتين حصل سخونية. المستشفى للأسف كانت مستشفى خاصة اللي عمل فيها القسطرة، وبعد كده قعدوا يقولوا ده اشتباه في حالة كورونا ولازم يخرجوه. قعدنا نتحايل عليه، طبعا ما تخرجوش ما تخرجوش، لا هم سمموا يخرجوه. اخدناه وروحنا البيت، جبنا له دكتور في البيت، اكتشفوا ان القسطرة لما دخلوها في رجله اليمين عملت زي تجمع دموي كده. قالوا يا جماعة ممكن السخونية تكون من الموضوع دوت. قعد هو كان بيشرب سجاير، فحصل عملوا له اشعه على صدره فطلع عنده التهاب رئوي. فهل الاعراض بعد لما ادوله العلاج بتاع القسطره والحراره نزلت، كانت 38 نزلت الحمد لله بقت كويسه، احنا لغايه دلوقتي مش عارفين هل ليها علاقه بالكورونا ولا لا. حضرتك لازم يبقى فيه دكتور يشوفه ويتعمل له اشعه على صدره ويتشاف هل في اصلا التهاب الرئوي ده كان سببه ايه، وما فيش ما يمنع طبعا يتعمل له تحليل يتشاف ان ده كان كورونا ولا لا. يعني كده انتوا وقفتوا في نص السكه. بيتعمل فينا دكتوره بعد اذنك، احنا رحنا المستشفى الحميات قالوا لا ما عندناش الحالات دي، مش هنستقبل الحاله. ده عشان كان ساعتها محتاج قسطره، عمل القسطره وخف بس لسه عنده السخونه او الالتهاب في صدره او في الرئه. السخونه راحت خالص ما فيش حاجه. طب يعني دلوقتي هو خف؟ الحمد لله. خلاص يعني هو كده حتى لو كان كورونا في وقتها فخلاص هو خف؟ ما فيش اي تحاليل. حضرتك بتقولي من شم النسيم فبرضه بقالها فتره. خلاص ماشي اوكي، يعني كده هو في السيف سايد بمعنى اصح؟ مفيش حاجه اسمها في السيف سايد، حضرتك لازم برضو لما ينزل يعمل كل الاحتياطات الممكنه. شكرا ليكي استاذه امل. معانا استاذه سالي. استاذه سالي مساء الخير. مساء النور يا فندم. لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي. دكتوره مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. حضرتك انا اول ايام الكورونا اول لما بدا الموضوع وكده قالوا ان استغرقوا بميه وخل وملح وحاجات من دي، فانا بصراحه زودتها شويه، انا عملت الميه والخل والملح على بعض واترغرغت وفي شويه اتبلعوا، يعني بلعت شويه. فمن ساعتها يعني الموضوع ده حوالي شهرين اهو دلوقتي، فجاي لي حرقان في زوري وتلميل كده في سقف حلقي على طول. حضرتك عملتي التهاب للاغشيه المخاطيه بتاعه الحلق والزور وحتى اللي بلعتيه ممكن يعمل التهاب شويه في الاغشيه بتاعه المعده. حضرتك لازم يعني الكلام ده كله مش صح، زي ما اتفقنا حضرتك الاغشيه المخاطيه السليمه حضرتك عملت لها التهاب. فعلا دكتور انا سقف حلقي زي ما يكون محروق من جوه، وكان جاي لي وجع في الصدر جامد، ورحت زي ما يكون نار في صدري، رحت كشفت والدكتور كتب لي شويه، عمل لي اشعه على الصدر وكده وقال لي الصدر كويس ما فيهوش اي حاجه، بس كتب لي علاج للارتجاع المريء والحاجات اللي هو الحرقان اللي كانت في صدري. تمام. من كتر الحاجات اللي حضرتك خدتيها وبتنزل في المعده طبعا عملت التهاب في المنطقه كلها، فحضرتك لازم تداومي على العلاج اللي هو الدكتور كاتبه، وبرده منطقه الانف والاذن دي لازم برده تكشفي لان هي برده محتاجه علاج علشان يضيع الالتهاب الشديد اللي حضرتك اللي واضح كده عند حضرتك. طب معلش يا دكتوره، يعني هو الالتهاب ده يقعد معايا شهرين كده؟ حضرتك ما خدتيش العلاج اصبح مزمن، فلازم تاخدي علاج وفتره برده يعني كويسه علشان الانسجه ترجع يعني تلقم تاني وتخف. هو العلاج اللي كتبوه لي كله الارتجاع المريء وكده. ما حضرتك بقول لحضرتك شوفي دكتور انف واذن، يعني الدكتور بتاع اللي كتب ارتجاع المريء ده كتر الف خيره بيعالج المنطقه بتاعه المعده، بس حضرتك دلوقتي بتتكلمي على انف واذن وحنجره، فحضرتك برضو من يعني يستحسن تستشيري دكتور متخصص في المجال ده. ماشي شكرا خالص. شكرا ليك يا استاذه سالي. معانا استاذه وفاء. استاذه وفاء مساء الخير يا فندم. مساء الخير. سنوري فندم. كل سنه وحضراتكم طيبين. سعادتك طيبه. من فضلك انا كنت عايزه اسال بس الدكتوره، انا عندي بنتي في اولى ثانوي عام، من قبل العيد وهي حاسه على طول بصدرها في خنقه في صدرها، وصدرها اكنها متسلخه، يعني صدرها من جوه اللحم ملتهب لدرجه ان هي بتقول لي انا حاسه ان انا متسلخه يا ماما، مخنوقه على طول، صدرها واجعها، اللحم بتاع الصدر ده واجعها. وعلى طول بيجي لها زي خنقه. ده الكلام دوت احنا من قبل العيد وودتها للدكتور اعطاها علاج،
هي راقت شويه وبعدين رجع نفس الوضع تاني، تقول لي يا ماما انا صدري بيتخنق، انا صدري اللحم فيه زي متسلخه، حاسه ان هي متعوره من جوه في لحم صدرها ذات نفسه. حضرتك لازم تشوفي دكتور امراض صدريه، هل هي عندها حساسيه في صدرها مسببه لها الازمه المستمره دي والخنقه المستمره دي؟ لازم حضرتك تشوفي دكتور امراض صدريه. طب دكتوره معلش انا عايزه اسال حضرتك، هي يعني كل فتره على طول البنت هي بتتعب من الموضوع دوت، ف ده لوز يعني نازله على صدرها؟ انا هي تعبت من لوز كتير ما عملتهالهاش بصراحه لان انا خايفه. حضرتك لازم تشوفي دكتور امراض صدريه، لان الوصف اللي حضرتك بتوصفيه ماشي مع حساسيه الصدر اللي هو مرض مزمن اللي هو بيفضل طول عمرها كده، او في يعني بلاش نقول طول عمرها، يعني على الاقل في فتره كده لو ما خدتش العلاج هتفضل على طول تعبانه، فلازم حضرتك يبقى بالعلاج ده على طول معاها علشان ما تحسش الاحساس ده. لازم العلاج يبقى معاها على طول. طيب انا متشكره لحضرتك، ميرسي دكتور. شكرا استاذه وفاء. معانا استاذ كورولوس. استاذ كورولوس مساء الخير يا فندم. الو مساء الخير يا فندم. اتفضل يا استاذ كورولوس. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضل يا فندم. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا. حضرتك احنا كنت شغال في الشركه عندي واكتشف في حاله كورونا وعزلنا بقالنا اسبوع. فانا من الاسبوع ده باخد بشرب سوائل، ينسون، ليمون مغلي، شاي بليمون، جبت فيتامين سي اللي هو البيتا سي سي الفوار. تمام. فهل ده كله مظبوط؟ انا ما فيش اي اعراض عليا، بتابع الحراره، في احتقان بسيط قوي في الزور. فهل ده كله من كتر السوائل ولا ملهوش علاقه؟ حضرتك راقب نفسك كويس، وحضرتك اللي بتعمله ده هايل، وحضرتك هتهتم بالاكل والشرب الصحي وكل التعليمات اللي قلنا عليها وتراقب نفسك. الحاجات في اكل معين يا دكتور؟ نعم؟ في اكل معين مثلا؟ فاكهه والخضار والحاجات الصحيه، يعني انا بنبعد بس عن الاكل المعجنات والدهون والحاجات الاكل السريع ده اللي احنا دايما بيبقى بنتكلم عليها لانه مؤذي يعني. لكن هتراقب نفسك كويس قوي خلال 14 يوم من ساعه ما حضرتك قعدت في البيت، وتشوف عدت على خير، كان يبقى ان شاء الله خير يعني، ما يبقى مفيش حاجه. تمام، ميرسي يا دكتور. يعني انا هكمل على السوائل واكمل على الحاجات دي. تمام، شكرا. تمام. ليك استاذ كرولوس. معانا استاذه مريم. استاذه مريم مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك، ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور، اهلا بحضرتك. انا عندي 40 سنه، من كام يعني من بعد شم النسيم على طول حسيت دقات قلبي سريعه جدا، وكان عندي سخونه، وظهري من ورا، ظهري من نص ظهري من ورا ورجلي من ورا لحد ركبتي ما كنتش قادره احركهم خالص، كنت حاسه بحرقان جامد. رحت للدكتور طلع لي علاج وطلع لي فيتامينات، والحمد لله نشكر ربنا وكل شيء، بس من ساعتها وانا حاسه بحرقان جامد في مناخيري. تمام. ودي اعراض ايه، كورونا ولا ايه بالظبط؟ لا حضرتك يعني ارجعي بس للدكتور اللي عالج حضرتك او دكتور انف واذن وحضرتك، لكن يعني لوحدها كده حاله يعني ما اعتقدش انها هتبقى حاجه مهمه قوي. شكرا ليكي استاذه مريم. واحد بيقول اكتشفت ان عندي سكر من كام يوم، وكان قاسه كان 400 وانا فاطر، اعمل ايه؟ دكتور سكر وغدد لازم يشوف. 400 ده كتير يعني، عشان كده لازم يروح للدكتور عشان يظبط معاه النزول في الـ اذا كان محتاج ينزل في وزنه، واذا كان محتاج يظبط طبعا اكيد محتاج ادويه، محتاج اكل يتظبط. 400 ده اصله عالي يعني، مش ما هو 400 بعد الاكل برضو طبعا عالي، بس برضو ما ينفعش يمشي لوحده. طبعا. واحد بيقول في كحه جافه ليها فتره حوالي 3 اسابيع او لكن ما فيش سخونه زيادة او مستمرة، وممكن اخد ايه، وممكن اقلق واقول انها كورونا؟
لو هي مضايقه قوي يعني صاحب السؤال، يبقى من فضلك استشير دكتور امراض صدريه. هل دي يعني حساسيه؟ هل دي التهاب فعلا؟ هيدي حضرتك الدواء. تمام. معانا استاذه وفاء. استاذه وفاء مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء النور. اتفضلي يا فندم. لو سمحت ممكن اسال الدكتوره؟ اتفضلي. عايزه اسال معايا حضرتك؟ معاك يا فندم. طيب عايزه اسال الدكتوره على ان 95 في كم مقاس؟ يعني لو حد هيستعمله في القطاع الطبي في كم مقاس منه عشان يجيب عاداتهم عشان يجرب عليه؟ هو الحريك فيه شركات كتير وفي مقاسات كتير وفي انواع كتير، فحضرتك هي اللي المتاح بيتعرض على الشخص وبياخد ويفضل يقيس ويجرب لغايه من كل الانواع لغايه لما يلاقي النوع المناسب له، يبقى هو هيفضل بيتعامل مع النوع ده. تمام تمام تمام. دي حاجه. هل الصيدلي في الصيدليه لازم يلبس ام 95 ولا ممكن الالتراسونيك العادي اللي برباط او باستك؟ هو الحقيقه يعني حضرتك فتحتي موضوع مهم جدا، ان الناس العاديه ملهاش داعي ابدا تلبس ال N95 ولا في صيدليه ولا في البيت ولا في المخالطين اللي في الشوارع ولا في المترو ولا كل ده. ال N95 يا دكتور، اسف على قطع كلامك عشان اوفر وقت سيادتك، انا قصدي يلبس الالتراسونيك العادي ده القماش الابيض واللبني. او القماش. القماش ده ماشي اوكي، القماش اللي هو بيتكوي او يتغسل زي ما حضرتك لفتي نظرنا كده. تمام. يعني لكن اللي هو الابيض واللبني مفيش فرق بين الرباط ولا استك، كله تمام، كله محكم على الوجه. المهم يبقى محكم على الوجه. شكرا. ماشي يا دكتور. شكرا. الاطفال يا دكتور، يعني سن 3 سنين اكبر اصغر، دول لو هو طبعا ما بينزلوش، لو حصل انهم نزلوا يعني في نوع معين كمامات سيادتك شفتيه للسن ده؟ لانه في على النت او في الفيسبوك او بيبقى في كمامات باشكال كده، دي حضرتك مرت على حضرتك او شفتيها او ليها صلاحيه او كويسه او حضرتك احنا بنقول ماسك قماش حلو قوي، اي نوع يعني حضرتك اي ماسك قماش هيبقى كله زي بعض، هو بالنسبه لي ماسك قماش. فحضرتك اللي يريح الطفل في يلبسه ازاي، وحضرتك هتحامي عليه بحيث ان هو ما يتعرضش يختلط يعني. أيوة، في ناس بتعرف تلبسه وفي ناس مش بتعرف، فعلى الاقل ما عرضوش بقى يعني، ما يخرجش ما يتعرضش الناس، لو خرج ما يبقاش يبقى في هواء طلق، ما يبقاش في حته زحمه. ما يخرجش بالعربيه مثلا، يعني هل خروج بعربيه كده ومقفله والدنيا ماشيه؟ حضرتك لازم، انا يعني حضرتك لازم تبقي عارفه القواعد ايه، ان هو يبقى فيه تباعد اكتر من متر، يبقى فيه محدش يختلط بيه من قريب، لو هيختلط بيه يبقى على الاقل الطرف التاني لابس ماسك، لو انا مضطره البسهوله وهيدخل في حته زحمه على الاقل حاجه فتره قصيره وبعد كده نرجع للعربيه زي ما حضرتك بتقولي، الاسطح بتاعت العربيه تبقى نظيفه وهكذا. تمام يا دكتور. شكرا ليكي يا استاذ وفاء. اشكرك يا فندم. معانا استاذ رجاء. الو. اهلا بيك يا استاذ رجاء، اتفضلي. مساء الخير، ممكن اكلم الدكتوره لو سمحت؟ اتفضلي يا فندم. اهلا، مساء الخير يا دكتوره. مساء النور. اهلا يا فندم. انا دكتوره سني 60 سنه وجوزي سني 70 سنه، هو عامل قلب مفتوح وعنده السكر يعني، فطبعا بيغيب وينزل، انا بنزل بس بلبس ماسك، فانا لما بنزل برضو بخاف اجيب له العدوى، هو لما انا البس ماسك واغسل ايديا او اعمل الكحول يعني ممكن العدوى تتنقل عندي في الشقه وكده، ولا في حاجات اكتر من كده اعملها؟ احنا قلنا احتياطات كتير، بس اهمها ان حضرتك تلبسي الماسك وتنظفي ايديكي بعد ما يعني قبل ما تتعاملي مع اي حاجه في البيت، يعني مهم جدا. طب والملابس الدكتوره اللي انا لابساها دي لازم اغسلها واحطها في الشمس؟ تمام. طب وهو ما ينزلش ابدا لان هو بيتضايق يعني، هو عنده شغل فبيغيب وينزل برضه يعني، صح طالع على المعاش بس مش قاعد في البيت معاش ما حضرتك يا فندم كل واحد بيوزن يعني شغله ده فين، ظروفه ايه، هيقعد مع اشخاص كتير في الشغل يعني. بيتعامل ساعات معاهم، هيلبس الماسك، هيحمي نفسه، يخلي في مسافه بينه وبين اللي بيتعامل معاهم، يعني يحط حاجه بحيث ان ما يقربوش منه قوي. حضرتك يعني احنا نفهم المضمون بتاع الموضوع، احنا قلنا كل واحد هيبقى بيفصل التعليمات دي على الوضع بتاعه. تمام.
لكن هو خطر نزول الدكتورة يعني بالنسبة اللي عنده ده؟ ما انا ما اقدرش اقول خطر، افرضي حضرتك بينزل واخد كل الاحتياطات، عشان هو عامل قلب مفتوح يعني 70 سنة برضو حضرتك لو في نزول مهم وضروري وهو خد احتياطاته كلها تمام، على قد ما نقدر بنقول له اقعد في البيت، لكن هو في عنده ظرف طارئ لازم ينزل ياخد كل احتياطاته. لكن بالنسبة لملابسه دي ما يمسهاش خالص لغاية ما يدخل، ولا ممكن يعني اللبس اللي لابسه ده يعني يغسل يده الاول وبعدين يغير لبسه، ولا يغير ويرجع يغسل ايديه تاني ويغسل وشه ويتنظف نفسه كويس؟ بقول لحضرتك النظافه الشخصيه مهمه جدا. ماشي دكتوره، شكرا. استاذ رجاء. معانا استاذه سهام. استاذه سهام مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير، ممكن اكلم الدكتوره بعد اذن حضرتك؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور بحضرتك، اهلا وسهلا. حضرتك انا عندي التهاب في زوري ونزل على صدري كده بحرقين، بس انا بعمل ميه وملح بخل وباخد ليمون سخن بعسل، هل ده اللي مقصر ومفيش سخونه؟ لا يا فندم، يعني الحاجات اللي حضرتك بتقوليها دي يعني كترتها بتعمل التهابات، ولو هي مركزه قوي هتعمل التهابات. حضرتك يعني لو في دكتور تقدري تشوفي ايه، يعني يشوف حضرتك ايه سبب الالتهاب اللي عند حضرتك اصلا، وساعات الحاجات اللي حضرتك بتعمليها دي تكون هي اللي بتعمل الالتهاب. يعني ممكن يكون سببها انا ما فيش سخونه خالص، يعني ما بتوصلش ل 37. حضرتك بتكوي جلد، بتكوي الاغشيه المخاطيه، فطبعا هتلتهب. لكن اشرب سخن عادي بقى مثلا ينسون تليو العادي يعني بتاع حضرتك؟ الحاجات دي لكن ما اعملش طبعا بميه وملح تاني والحاجات دي خالص. ميرسي خالص يا دكتوره، تعالى. العافيه يا فندم. شكرا استاذه سهام. معانا استاذه مونيكا. استاذه مونيكا مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضلي يا فندم. لو سمحت ممكن اتكلم الدكتور؟ اتفضلي. دكتور لو سمحتي، انا جوزي من يومين كده كان في مشوار بره، رجع كان دافي شويه بس هو دلوقتي كويس، عنده كحه ناشفه شويه معلقه معاه، ونفسه ساعات بيضايق، مع العلم ان هو ساعات بيجيله اصلا عنده زي حساسيه شويه في صدره، فهل ده ممكن يكون فيروس ولا ممكن يكون نزله حساسيه او كده؟ لازم حضرتك لو في هي اعراض مضايقاه والسخونه موجوده وفي هو عنده اعراض مثلا، هو دلوقتي ما فيش سخونه خالص بس عنده الكحه معلقه معاه وساعات زي صدره بيقفل معاه. لازم حضرتك يشوف دكتور امراض صدريه. طب ايه الحذر اللي ممكن نعمله لو معانا مثلا بنوته صغيره لحد ما يروح يعني يكشف عشان حاجته لسه؟ يلبس الماسك وكل الاحتياطات اللي قلنا عليها، ادواته الشخصيه تبقى بتاعته، بلاش الاكل والشرب والتعامل مع بعض، معلش هيبقى لوحده برده، لو في اوضه لوحده يقعد فيها لغايه لما تطمنوا عليه. يعني هو دلوقتي مثلا الكحه يعني تعب صدره ده ممكن يكون من الفيروس؟ حضرتك لازم الدكتور يشوفه، احنا اتفقنا ان كل الاحتياطات دي لغايه لما الدكتور يشوفه. طيب خلاص، اوكي، ميرسي جدا. شكرا استاذه مونيكا. معانا استاذ رامي. استاذ رامي مساء الخير يا فندم. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. اكلم الدكتوره بعد اذنك؟ اتفضل. لو سمحت دكتور، انا بروح شغلي بحط الماسك عادي مفيش مشكله فيه، بس في الاول قعدت فتره البس الجلافز وبعد كده بطلت البسه، وسمعت من كذا حد ان هو بيلم غراسين كتيره جدا. هل الكلام ده صح؟ هل لازم نرفض ولا كفايه الماسك بس؟ هو الحقيقه انا افضل ان حضرتك تبقى مراعي قوي قوي غسيل الايدين بالميه والصابون، ولو مش متاح يبقى بتطهر بالمطهر الكحولي، هيبقى افضل كتير قوي من ان احنا نلبس الجوانتي. لبس الجوانتي بيدينا احساس خاطئ بالامان، ان انا كده يعني بعيد عن اي حاجه، لكن للاسف انا بلمس كل الاسطح بالجوانتي وهو وانا لابسه، وبرجع لما بقلع الجوانتي بلبس نفس الاسطح، قلم ورقه على ايدي، فلو انا واخد امان قوي ان انا لبست الجوانتي ايدي مش هاخد بالي قوي ان انا اغسلها بالميه والصابون. برضو احنا بنغسل ايدينا بالميه والصابون بعد الجوانتي، لان غصب عننا الجوانتي بيبقى فيه الماده بتاعته مش هتقعد على طول سليمه، بيبقى فيها خروم ما بشوفهاش بعيني، فالخروم دي هتفوت ميكروبات برضو، وفي ميكروبات على ايدي برضو بتبقى موجوده، فلازم اغسل ايدي بالماء والصابون. فانا لا، طالما ما فيش حاجه ملوثه قوي هستعمل فيها ابقى بخاف على ايدي تتلوث، يعني ما فيش حاجه ظاهره لايدي كده، فيش دم، ما فيش سوائل جسم، ما فيش حاجه زي كده، يبقى الجوانتي الحقيقه هنا ملوش لازمه. استخدم ايدي العادي
واغسلها بعد كده بالميه والصابون او بالمطهر الكحولي. طالما ايدي شكلها نظيف اغسلها بالميه، ممكن استخدم المطهر الكحولي. شكرا استاذ رامي. معانا شكرا يا فندم. معانا استاذ حمام. استاذ حمام مساء الخير يا فندم. الو الو استاذ حمام مساء الخير. مساء الفل يا فندم. اتفضل يا فندم. الواحد عاوز يعرف المناعة بتاعة جسمه هي يعني ضعيفة ولا قوية ازاي؟ حضرتك يعني لو شو يعني طبيعتك ما اختلفتش عن قبل كده؟ اه يا فندم. طبيعتك ما اختلفتش، ما بتاخدش؟ متأخر يا فندم. نعم؟ عاوز اعرف مناعتي ايه يا فندم؟ حاضر يا فندم، الدكتورة هتجاوبك. حضرتك ما فيش أي أعراض عند حضرتك؟ ما فيش أي التهابات متكررة؟ يعني ما فيش حاجة تستدعي القلق ده؟ خلاص، غير كده حضرتك عايز تطمن، بنعمل بعض تحاليل بسيطة كده بنطمن على الجسم عامة، أجهزته المختلفة كويسة وخلاص. شكرا أستاذ حمام. ابني عنده 35 سنة، بقاله يومين زوره بيوجعه، عنده كحة بلغم، مفيش سخونية، أنا مرعوبة عليه بسبب الرعب. هو متجوز معاه طفل عنده 3 سنين، أنا جبت له بنادول للبرد وكولد أند فلو. طب هي ما يعني المعلومات اللي قالتها لنا ضعيفة جدا وقلقها غير مبرر. لو هو محتاج دكتور يبقى لازم يروح للدكتور، لو عنده اعراض وسخونه وكحه لازم يروح للدكتور. طيب نشوف اللي بيقول بيغسل ايده بالميه والصابون وبيعقب بالكحول كتير. طول ما انا قاعد في البيت عشان اتجنب لمس اي حاجه ممكن تكون حامله الفيروس ده، علشان هي يعني بتتكلم انا عامله عمليه قلب مفتوح والمناعه عندي ضعيفه، لكن بيحصل التهاب وتقشير في جلد الايد، وكمان في اكلام في ايدي وبكون عايزة اهرش كتير وبيكون في زي ورم واحمرار. شكرا. ده ممكن يكون بسبب في حساسية، حاجة هي بتستعملها في الكحول، في المادة مش مناسبة ليها، واضح انها ممكن الصابون هو اللي عامل الالتهاب، ممكن او حساسية، ممكن المطهر الكحولي فيه مادة بتبقى يعني عاملة لها حساسية، ممكن تغير النوع. معانا استاذ نبيل. استاذ نبيل مساء الخير يا فندم. مساء الخير. لا نور يا فندم. كلم الدكتور. اتفضل. الحقيقه في قناه تلفزيونيه عملت كمامه من مناديل المطبخ. تمام. يعني تطبقها بطريقه معينه وتعمل فيها استك الحقيقه انا جربتها، يعني عملتها وجربتها، يعني هي عاديه زي الكمامه العاديه دي. ممكن ولا هي اي حاجه هتحمي الرذاذ اللي جاي من عند اي شخص؟ يعني وارد اي حاجه، بس هي مراحل حمايه، يعني احنا بنقول ممكن دي تبقى موجوده، ممكن احطها ورا يعني ورا الماسك القماش. هي ميزتها طبعا ان هي هتترمي بعد كده، مش هتستعمل تاني، يعني وارد، بس المهم تبقى محكمه، طبقاتها صح، مش هجيب حاجه خفيفه قوي واحطها واتوقع حمايه. عيبها بس ان هي اكيد هتتبل بسهوله. هتتبل؟ تتبل برذاذ، تتبل بالبخار. لا طبعا اكيد يعني مش تمام. شكرا استاذ نبيل. واحد بيقول انا اصبت بفيروس كورونا، نشكر الله تم شفائي، خرجت من 10 ايام بس زوري قافل خالص، كان في حاجه واقفه فيه وبشعر بنهجان، هل ده طبيعي؟ وهل انا محتاج علاج وما عنديش كحه ولا ارتفاع في درجه الحراره ولا احتقان؟ ارجو الافاده، وما هو العلاج؟ الحمد لله ان هو خف. لو في اي حاجه برضو محتاج يرجع لدكتور انف واذن او صدر، علشان لو في حاجه تتعالج على طول. طيب واحد تاني بيقول انا عندي صداع شديد، اعمل ايه؟ وكشفت بس ما فيش نتيجه، ارجو سرعه الرد. حضرتك لازم تكشف عند اكتر من تخصص، ممكن يكون حاجه جيوب انفيه، ممكن عيون، ممكن انف واذن. طبعا انف واذن، ممكن يكون حاجه عضويه في الجسم، فالدكتور لازم يشوف ده كله ويعمل تحاليل. طبعا ليه يعني كذا سبب، ليه كذا سبب. طيب معانا استاذ ميخائيل. استاذ ميخائيل مساء الخير يا فندم. مساء الخير
الخير يا فندم. اتفضل يا استاذ ميخائيل. لو سمحت انا عامل عمليه قلب مفتوح. الف سلام عليك. الله يخليك، وبحس بتعب على طول، بحس بتعب على طول. فحضرتك ايه اللي اشور بيها بالنسبه للكورونا وبعدين انا شغل سنكر السيارات وبنزل، فايه اللي خلينا مثلا احط كمامات ولا اعمل ايه بالظبط؟ لان انا طبعا قلبي مفتوح والدكتور مانع ان انا اشتغل، وطبعا تتاكل عيلك منين، فعمليه كده ملخبطه، هل انزل ما انزلش كده يعني. طيب هترد عليك الدكتوره يا فندم. احنا اتفقنا ان احنا على قد ما نقدر ما ننزلش، وطالما الدكتور مانع حضرتك من النزول انا مش هقدر اقول لحضرتك انزل. فالدكتور اللي عارف حاله حضرتك وهو اللي مدي التعليمات، طالما قال مفيش نزول يعني يبقى اكتر حد هيبقى بيتكلم في مصلحه حضرتك هو الدكتور المعالج. تمام. طيب في واحد بيقول عند تعرضي للهواء، هي بتقول عند تعرضي للهواء انا وزوجي بيحصل حرقان في الزور مع بلغم بسيط، بس مجرد الغرغره بالميه السخنه مع الملح والخل وشرب ميه دافيه بالليمون والعسل الابيض بنروق. هل دي ممكن تكون اعراض كورونا؟ مع العلم ان انا عندي الضغط مركبه دعامات وباخد ادويه قلب، جوزي عنده بدايه سكر، انا قلقانه وساعات بشك، ارجو الافاده. احنا اتفقنا ان اعراض الكورونا بيبقى فيها سخونة وكحة، ولو يعني لو في اعراض هتبقى اللي احنا قلناه ده، ممكن يبقى اسهال، فحاجات دي لو موجودة نشك، لكن طالما مش موجودة خلاص. طيب واحد بيسأل سيادتك البس الكمامة على انهي لون، الغامق ولا الفاتح، الازرق ولا الابيض؟ فده طبعا هنقول له اللي هي الجزء اللي نازل يكون بره، الكسر لازم تبقى لتحت، الكسر تكون هي جرت العادة ان الفاتح جوه والغامق بره، بس يعني ممكن تختلف يعني. مش قاعدة، هي القاعدة ان الكسر بتبقى اتجاهها لتحت اللي هي من بره، اللي هي من بره. طيب لو سمحت يا دكتورة عندي حساسية في الصدر وعندي سعال بعض الوقت، هل ده في خطورة في انتقال فيروس كورونا اكتر من الناس الطبيعية؟ هو فعلا بيبقى اكتر خطورة، عشان كده بنقول له انت كمان لازم تكون اكثر حرصا، لان الجهاز التنفسي تعبان شوية، تخلي بالك اكتر من اي حد. معانا استاذة هدى. استاذة هدى مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضلي يا استاذة هدى. ايوه انا جوزي دخل الحجز الصحي وكان عنده فيروس ولسه محجوز، فانا مشكلتي انا مش عارفه الاوضه بتاعته. ايوه اتفضلي يا فندم. سامعيني؟ مساء النور. انا جوزي كان في الحجز الصحي، كان محجوز بسبب الفيروس، محجوز في الحجز الصحي والاوضه انا اتصل معانا من التليفون لو سمحتي يا استاذه هدى. ايوه اسمعينا من التليفون لو سمحتي. حاضر. يعني انا بتكلم من الارضي. بس وطي التلفزيون. حاضر عشان اسمع بس. فانا دلوقتي مشكلتي ان انا انضف الاوضه والحاجه بتاعته ازاي؟ تمام. الدكتوره هترد على سعادتك. حضرتك هتلبسي ماسك وهتلبسي جوانتي وهتلبسي هدوم هتحس تقدري يعني بعد ما تخلصي تغسليها وتطهريها وتخشي تنضفي عادي، ما تعمليش يعني دايما احنا بنحب في التنظيف عامه ما نعملش ما نهيكش التراب، فدايما بنحب بنسميها دامب كليننج او النظافه الرطبه، يعني بحيث ان انا ما اقعدش انفض بقى واطلع التراب كده وهيج الدنيا، لا بمسح الاسطح بقماشه نص مبلوله يعني بحيث تلم التراب والحاجه جواها، وبعد كده زي ما اتفقنا لازم اعمل اطهر انضف الاول كويس قوي، ولو هستخدم صابون مفيش مشكله واشيل بالميه، وبعد كده اطهر بالميه والكلور كل الاسطح، ولو في حاجه هتتغسل وزي كل الكلام اللي احنا اتفقنا عليه من شويه. شكرا ليكي استاذه هدى. اسمي فلان، سني 29، وزن 75، طولي 182. سمحت يا دكتوره انا عندي الام في المعده على طول، وفي انتفاخ لما باكل، بحس بطني بتكبر وبتتحجر، ببقى مش قادر احد يلمسها، كشفت واخدت علاج مفيش فايده، مش عارف اعمل ايه.
محتاج دكتور جهاز هضمي فورا طبعا دكتور جهاز هضمي، لانك حتى لو كنت كشفت ما وفقتش مع الدكتور الاولاني ممكن الدكتور الثاني يعني طبعا. ربنا يديله استناره ويقدر يوفق معاه. معانا الاستاذ بيشوي. استاذ بيشوي مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك. اتفضل يا استاذ بيشوي. ممكن اتكلم دكتوره معلش؟ اتفضل يا فندم. انا كنت بدخن يا دكتوره وبطلت التدخين دي ل 15 يوم تمام؟ تمام. فبعد ما بطلت التدخين انا كان في اسهال عندي من فتره كبيره يعني من شهر او اكتر. بس مش اسهال متكرر في اليوم، انا ممكن اروح الحمام مره او اثنين بس يعني بيبقى على درجه اسهال. تمام؟ الو؟ هي مع حضرتك اتفضل. والكحه كنت شفت الدكتور معالج ليا بخدني حاجات ادويه لصدري. تمام؟ تمام. ويعني ثلاث خطه تروح وتيجي، انا بنزل شغل عادي ما فيش سخونه ولا حاجه، بس انا عندي شغل يعني في الارض وكده ففي ترابه طبعا ودخان وغبار وحاجات زي كده. فالكحه بتروح وتيجي على فترات ساعات بتبقى في زيها صغيره كده في الكثره الهوائيه. انا بستخدم كمامه وكحول وما بخرجش غير الضروري يعني. تمام. هل ده يعني ممكن اشك في حاجه ولا لا؟ حضرتك صح. حضرتك بس واضح انك كنت مدخن ولسه التدخين سايب اثر على صدرك، فمحتاج بس يعني ما ترجعش للتدخين تاني وتتابع مع الدكتور لو في اي حساسيه. أنا يعني بالظبط مفيش حاجه زي كده خالص. نعم. لا انا مش هرجع ان شاء الله تاني الحاجه دي ان شاء الله. ان شاء الله هتحتاج بس الفترة اللي جاية تبقى متابع مع دكتور صدر علشان الاثار اللي سابتها التدخين يعني مع الوقت هتروح بس هتاخد وقت شوية. فبس محتاج الدكتور عشان الاعراض اللي حضرتك بتشتكي منها دي يعني يهونها عليك شوية بالادوية. شكرا استاذ بشوي. معانا استاذة دينا. استاذة دينا مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ممكن اكلم دكتوره؟ اتفضلي اتفضلي يا استاذة دينا. لو سمحتي يا دكتوره، انا عندي ابني ثانويه عامه وطبعا هم مصممين ينزلوا ولادنا الثانويه العامه الامتحانات. ابني عنده من صغره التهاب في الجيوب الانفيه وعنده كحه على طول، فكشفت عليه دكتور صدر قال لي ده من التهاب الجيوب الانفيه. اعمل ايه في الفتره اللي نزلوا في الساعه 8؟ استاذنك سؤالك تاني يا استاذه دينا لان ما سمعناش. ابني ثانوية عامة. ثانوية عامة. ومصممين ينزلوهم طبعا. ابني عنده التهاب في الجيوب الانفية من صغره. بيشتكي بالتهاب في الجيوب الانفية حاجة مزمنة من صغره. وعنده كحة على طول، كشفت عليه دكتور صدر وكشفت عليه انف واذن وحنجرة. قالوا عنده التهاب في الجيوب الانفية. اتصرف ازاي في فترة الامتحانات بتاعتهم دي؟ اللي هينزل امتحان في السنة العامة. بالظبط. اتعامل معاه ازاي؟ اعمل ايه؟ تمام. يعني الاحتياطات اللي نعملها يعني. الدكتوره هترد على سعادتك. حضرتك برضو لازم تستشيري الدكتور المعالج بتاعه اللي عارف حالته وهيديله الحاجه اللي تخليه ما يتعبش فتره الامتحانات. يعني اكيد هيساعده في موضوع الحساسيه بتاعت الجيوب الانفيه. بالظبط كده. هيسنده طبعا بأدوية تخليه يقدر يتواصل بالزبط. مع المذاكرة وامتحانات. تمام. شكرا أستاذة دينا. دكتورة أجهدناكي وتعبناكي وسعدنا بلقائك. في نهاية لقائنا بنشكر أستاذة الدكتورة سامية عبدو أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوى. شكرا ليك يا فندم. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين بكده نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامجكم خد حذرك. بشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.